بدأنا اوريدي اسبوعين في الغردقة. كان في قبلها كان لحد ما تمارين مع مدربين احمد، كل لعيب مع المدرب الاحمد بتاعه، تمارين فردية. ما خسرناش كتير، بدأنا والدنيا كويسة. في اسبوع بعد الاسبوعين بتوع الغردقة بنتمرن دلوقتي، اللي هو ديورنج الفترة ديت احنا بنتمرن في صالة اكتوبر. بعد كده يوم الاربعاء هنسافر الغردقه، هنسافر اسبوعين. في حاجات كتيره داخله، هو صعب طبعا موضوع ان انت تنسي ماتشات وديه. انا ما اعرفش بالظبط هو يعني هم ظبطوا ماتشات وديه ولا لا، لكن في ظل الظروف دي الموضوع لحد دلوقتي على ما اظن لسه مش ظابط. في بطولة افريقيا بتاعت الاندية ممكن تكون جزء، في ماتشات هتتلعب في الدوري، فاللعيبة هتلعب فترات وماتشات، واكيد الاتحاد هينسق ماتشات ودية في الفترة الجاية وماتشات كتير قبل كأس العالم ان شاء الله. احنا دلوقتي كمنتخب، المنتخب فيه عناصر كتيرة نضجت، بلس ان فيه عناصر كتيرة طلعت من تحت. المنتخب فيه لعيبة كتير واشكال كتيرة من اللعيبة بتديكي حلول كتيره في اللعب. عندك حلول كتيره موجوده، لعيبه اشكالها مختلفه، لعيبه عندها كمان مسؤوليه عاليه، لعيبه صغيره اللي طلعت ومحققه نتائج كويسه، لعيبه محترفه. عندك اشكال كتيره من اللعيبه، عندك لعيبه فعلا. المنتخب دلوقتي منتخب عالي، مش منتخب رايق خالص. فكل ده هيساعدنا ان شاء الله ان احنا نحقق حاجه.